المسلم يخاف على نفسه من الشرك. إن الإسلام تروت إخلاق لون ربابي أبي تكاسيك. كيف يخاف من الشرك؟ طاوي إخلاق لون غير. بدراسة التوحيد. كل نقنون كاسك ساعة التوحيد. بدراسة الشرك حتى لا يقع فيه. حتى يحذر منه. تلك ساعة أبي شرك نبيكم أطلق نقنون غير. بالدعاء. كاسمون تنصون في الله. بالبعد عن المشركين. كاكريت شنايا بين الشرك. لأن المسلم لابد أن يبتعد عن المشركين، لا يسكن معهم. ببرون الإسلام تروتا كريت شنايا بين الشرك كم روح نوتي موي بوكي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نبي إبراهيم عليه السلام. كسر الأصنام بيده. ويكم تج بريه نطير بوكوت. ومع هذا كان يخاف على نفسه من الشرك. ببرود شنوق خلاك لون وبقات لأنه خلون بقى شريك. فنحن من باب أولى. ببرود هاي بوجين كل له جنكات وفير.